ناجي شوكت، هذا الرجل رئيس وزراء العراق في العصر الملكي. بزمن فيصل الأول عين متصرف لواء الحلة، وقد كتب عنه في تاريخ الحلة الشيخ يوسف كركوش، وقال إنه أنزه موظف في العراق. هذا مصرف لواء الحلة بال21، أنزه موظف في العراق. نقلوه من الحلة إلى الموصل، بعد ذلك عين وزيرا للداخلية وعين رئيس وزراء. اختلف مع الملك فيصل الأول، فانفصل 4 سنين من الوظيفة بدون راتب. انفصل 4 سنين بدون راتب، رجع للحكم. من رجع اشتكى المحكمة التمييز العراق، فقررت له أنه حق هذا، رجعوا له راتب 4 سنين. اقرأ كتاب سيرة وذكريات، يقول بهذا الراتب مان 4 سنين اللي انحرمت منه اشتريت قطعة أرض في الدورة وبنيتها بيت إلي. هذا حكي رئيس وزراء العراق بالعصر الملكي، أخاطب أي مسؤول بالدولة العراقية من درجة مدير فما فوق، تمتلكون أخلاقية ناجي شوكت؟ إذا واحد بيكم يمتلك أخلاقية ناجي شوكت خلي نتعرف عليه نشوفه. هذا يا شريف على عيوني، ناجي شوكت بفلوس التقاعد بناء لبيت، انت يوميا باني لمول كافي بناء المولات، فقراء العراق يصرخون بوجوهكم يا سراق يا لصوص، اخجلوا ذرة عرق ماكو بوجوهكم. استحوا شوية، استحوا أمام العراقيين، اخجلوا يا عديمي الخجل. وشكرا أستاذ مرو حصلك. ألو مسعد، بالنسبة لك يعني أنت كمتقاعد أكيد. نعم. ومتقاعد؟ نعم. أي متقاعد، اللي تطلبه واللي تريده أنت سلي ببالك شنو هو مثلا؟ من غير أنا بالنسبة لي ما أريد كل شيء من الدولة. إيه ليش شو ما تريد؟ أنت حالك حال الموجودين. ما أريد، ما يخالف. شفت؟ أي. الآن 4 ملايين متقاعد عراقي، بس أسأل أي مسؤول بالدولة العراقية ذول عندهم حوبة لو لا؟ 4 ملايين حوبة تطاردكم. تقصد المتقاعدين بس؟ نعم نعم. شريحة المتقاعدين، مو اكو شريحة وهناك من رخصتك، اكو شريحة من شرائح وشرائح متعددة، انه هذول حاولوا. خليني اكمل الجملة، خليني اكمل الجملة. هذول اللي هم الشريحة المظلومة، الأكثر مظلومية في العراق، ووراهم 40 مليون عراقي يطالبوكم بحقوقهم. راح اقول لك لقطة واحدة، إذاعة لندن أجرت لقاء مع وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب السابق ومحافظ البصرة سابقا، يقول فقط في مدينة البصرة 45,000 إصابة بالسرطان. اسمعت يا رئيس مجلس النواب العراقي، اسمعت يا وزير الصحة، هذا مسؤول عراقي بإذاعة لندن يقول فقط في البصرة 45,000 إصابة. أنتم من 2003 ليش بانين 45,000 مول وسارقين فلوس الكهرباء وسارقين كل الخزينة العراقية؟ خزينة المتقاعدين، أبسط حقوق المتقاعدين ضمان صحي ما سووه. ذكرناها المتقاعدين، ما يراد لها جدال ونقاش. أنتوا سراق، أنظف موظف بيكم سارق، الفراش بالضريبة مرتشي، الفراش بالتقاعد مرتشي. وإذا تريد أعطيكم أسماء وعناوين، اي مسؤول بالدوله خلي يدز علي اعطي اسماء وعناوين. بريد، انا كنت اجيب البريد من الكارخ للقشله، هناك كانت مديريه المحاسبات، 10 فلوس ما اخذت من الدوله عبر الجسر مشي على رجلي بالسبعينات، اجي يدققون الرواتب وارجعها. الله يبارك فيك. هسه البريد من التقاعد من الناس ساعه الوثبه المعتمد يريد 50,000 دينار. قارنوا بين الماضي والحاضر. وشكرا. بالله شعر بعدين بس موضوع عام، لا بعدين احنا عندنا موضوع الرعايه، يعني مظلومين بشكل، شنو ذنبهم الرعايه؟
هسه انت ورا هذا يعني اكبر موازنه تاريخ العراق. ولحد الان ذاك اليوم رحت شارع مريدي سوق مريدي لقيت واحد يدور بالزباله طماطه، فكتبت قصيده صدفه المريدي مشيت انكسر قلبه وبكيت، الفقير بالسوق حاير ظل بس يشرب جقاير، يدور بنص الزباله وحاله حال الضيم حاله، مبهذل ولابس سماله مدوهن ومشغول باله، يفكر بعيشة أطفاله، الزمن ويا قاسي شاف الظلم ومعاسي، دمرون أهل الكراسي وين أصحاب الضمير، إلك الله يا الفقير إلك الله يا الفقير. هاي المظلومية اللي أنت شفتها بعينك نعم وقعت على هذا الشخص ولربما آلاف الأشخاص مثله، صح أنت شو تقول بيها؟ طبعا هواية أكو عالم بس أنا بعيني هاي شفتها بعيني ما حسولف ليها. شكرا جزيلا. الله يخليك. هذا أبو الرعاية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر قناتكم الموقرة المحترمة، قناة اللي تنقل هموم الناس، وإن شاء الله توصل صوتنا للجهات المسؤولة. إحنا نطالب بإنصاف الطبقة المتدنية اللي نقدر نقول عليها المسحوقة، الرعاية الاجتماعية. يا أخوان ترى الرعاية الاجتماعية ترى منتهية فد مرة، يعني خلي انتبهون شوية عليهم، يعني انتهوا، يعني المشي يصير للعلاج، المشي يصير راتبه 125,000 دينار، وأبو المنفذ ياخذ من عنده 2000، 123,000 دينار، يعني من اللي يرضى بها الإسلام يرضى ما يرضى بها الإسلام. فخلي ينصفون هذه الشريحة اللي تعبانة، اللي خلي شوية بس ينصفونها، يعني رايحة منتهية مسحوقة، يعني جوز المتقاعد احنا ما نريد نقول عليه زين بس وانما بمجال، بس الرعاية منتهية. فاللي ارجو من عندكم القناتكم الموقرة المفضلة ان تنقل هذه الصورة للجهات المسؤولة وشكرا. دقيقة انت وضعك الحالي ايش ليش يكون وضعك الحالي؟ والله وضعك وانا حسب ما اعرفك وحسب ما اشاهد بعيني هاي لك. اي هاي لي. نعم نعم هاي لك. هاي اي هاي لي. تبيع شاي؟ ايه. انت عندك شهاده خريشي؟ اي متوسطه. متوسطه إيه؟ وعائلك عائلتك كبيره وتتكد عليهم؟ اي ثلاثه. نعم ثلاثه. نعم. رغم هذا ثلاثه والشاي هو اللي شنو بيسوي النهار كله تفطر ولا كله تفطر؟ نقول الحمد لله والشكر وشا بس احنا دا نقول الطبقه. الله يعينك وبارك الله فيك. خلي يعينونها شويه. نعم. اللي الرعايه الاجتماعيه وينصفونها انصاف عادل. صوتك ان شاء الله يوصل. وهم هم عندهم علم. نعم. بس هم مغطين على بعض الامور الكثير منها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم وعلى قناة المتقاعدين الشرفاء. طبعا هسه احنا اليوم البارحة مجلس النواب حرق العراق حرق، كل ساعة راح نصوت بفلان ساعة بفلان ساعة، صوتوا على الموازنة. اصبر لي بعد شهر، بعد شهر نفسهم اللي صوتوا على الموازنة نفسهم مجلس النواب اللا عراقي بعد شهر راح يقول الموازنة كلهم باقت كلهم باقت. زين اذا كلهم باقت ليش صوتت على الموازنة؟ ليش ما تتابع الفلوس؟ زين انت هذا المتقاعد لا اعطيته ضمان صحي، زين لا علاجات بالمستشفى للمتقاعدين. يا دولة رئيس الوزراء كم مره طلعت بالاعلام قلت اول شريحه راح انصفها هم شريحه المتقاعدين، هاي صار سنتين وموجود بالارشيف باليوتيوب. يا دولة رئيس الوزراء المتقاعد ما يتوسل بيك وخدمته اعلى من خدمتك، هم كلهم ابهاتك واجدادك ذولا كلهم كبار بالعمر. زين واحنا نشكر قناة المتقاعدين. شكرا لك حبيبي، ممنون لك، شكرا. السلام عليكم. من أين نبتدي ومن أين ننتهي؟ اليوم المتقاعدين اللي خدموا العراق خدموا الوطن كلها عنده 30-40 سنة خدمة، 50 سنة ياخذ راتب 200 و300 ألف، ويجي يوم خميس وجمعة ليلة ونهار وليلة وضحاها يستلم له 10 مليون و5 مليون تقاعد. ما ليش عمي؟ احنا مو عراقيين، احنا مو أهل البلد. لو انتوا جيتوا داخلين على البلد واخدتوا كل أموال العراق كافي، والله عيب عليكم. كل واحد عنده خدمة 30-40 سنة خدم العراق، خدم العراق بدمع العين وما جرى، وتجون انتو على الحاضر تاكلون اموال العراق ويا حرامية. شكرا جزيلا. يلا استاذ انا عندي اعتذار. طلع هذا كله يطلع يطلعوا يا استاذ، يعني من رخصتكم تقولون ليش تعتذر غير عم؟ السلام عليكم. انا اعتذر من الاحزاب كلها. قولوا ليش تعتذر؟ اعتذر من كل الاحزاب.
من السوداني الاطار كلهم معتذرين من عندهم. راح تسالوني ليش؟ عمي صدق فينا بالشعب بشرفكم نسيت ال 1700 شاب بسبايكر نسيتوا شهداء تشرين 800 شهيد نسيت العفو ثوار عاشوراء هم تقريبا 60 واكثر نسيتوا شهداء هوايه حايرين الشعب العراقي بحس حيس. بس سؤال انا اريد اشوف ولكم انتم وقفتوا حس حس انا هسه مع احترامي للغير هاي بس اللي وقف الحس حس لو واقفين للفشل الكلوي بس هذا سؤال ظل عندنا واحد لو واقفين للفقراء لو واقفين لهاي الناس تعبانه ما تستحون علي بن ابي طالب شو يقول؟ يقول عاد يبتلوا قوم تحت اقره يحترمك هذول احتقرونه وانتم جاي تحترمون الحكومه وعاشت ذا الحكومه وانا اسف عليكم وكل واحد يطلع هنا والله العظيم بالقنوات ما لك علاقه بي لان احنا ما بينا حظ حاطين حس حس بويا عليه من جوله يفوز بيه يرفع راس العراق يعني العراق كان راسه نازل ويجي حس حس يرفع راس العراق وهاي العالم كله وقفت الساعه بالعشره ولا طير بالشارع عمي ما كنت شعب ما كنت شعب تعبان واللي جاي يصير بينا والله العظيم قسما بذات الله قسما بذات الله كل الصور من عندنا لا حد يظل هنا يسوي مالاته واني واريد تقاعد واريد ما ادري شنو هم ذولا فازوا علينا فمن فاز باللذات ان كان جسور الحكومه جسوره فازت علينا خوش احنا ما بينا حظ راحت شهداء راح الشباب راحت ارامل عندنا ناس تعبانه ناس جوعانه ناس قاطعها الله وكلكم الحر والبرد وجاي حايرين بحس حس والله ده صعده يفوز العراق مو والله كارثه والله العظيم تحياتنا لكم واتمنى صوتي يوصل ولا حد يقول انا لا بحال حس حس لا حد يقول حاط عينك عليه الحمد لله والشكر الزلمه يطلع يرفز القاع يطلع فلوس خوش ولا بحالكم ولا بحال حكومتكم ولا بحال رواتبكم التقاعد تعبانه ما يخالف الرواتب الموظفين كلها تعبانه وانتم رواتبكم من 10 ما فوق خوش